السلام عليكم يا شباب، معكم زميلتكم امل، والنهارده هنشرح باذن الله جزئيه المايكوبكتيريال سكين انفكشن. قبل ما نبتدي نفتكر زميلنا محمد ووالد زميلتنا وكل موتى المسلمين بالرحمه والمغفره، وابدا بايه برضو: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. دي من احب الايات لقلبي حقيقي، وسورة ياسين كلها أصلا يعني بتصلح لي كل مشاكلي حرفيا. فلو نبدأ بيها كل يومنا، كل يوم نبدأ بيها يومنا الصبح كده، قبل ما بعد ما نفطر ونصلي ونعمل كل حاجة ونقرأها، وقبل ما نقرأها ندعي بكل حاجة عايزينها. وبجد لازم تكونوا واثقين 100% ان ربنا يحقق الحاجة ديت، ادام خير فيك خير ليكو، وهي تتحقق ان شاء الله. بسم الله نبدا. احنا النهارده هناخد حاجتين: الليبروسي والتبركولويد. تمام، المقدمه ديت عبيطه او هبله، بيقول لك ان هو المريض الليبروسي قديما او مش قديما لحد دلوقتي يعني مضطهد من قبل المجتمع، وهي مشكله اصلا سوشيو ميديكال يعني للمجتمع وللطب كمان، وهي موجوده في الانديميك في التروبيكال اريا والسب تروبيكال، في التروبيكال والسب تروبيكال، وبعض المناطق في مصر. تمام، طب انتوا عارفين ايه الليبروسي؟ الليبروسي ده اللي هو الجذام. تمام، بيقول لك ايه، بيصيب كل انواع البشر وكل الاعمار وكل حاجه، ما بيفرقش. تمام، بس اكتر حاجه بيجي فيها للتشيلدرن. تمام، طب نصنف للتشيلدرن كمان، بيجي في الميل اكتر. تمام، يعني هو بيجي كل الاعمار، بيجي للاطفال اكتر، بيجي للرجال اكتر من الستات. تمام، طب ايه اللي بيسبب الليبروسي ده؟ صحيح، قبل ما اقول نسيت اقول ان الليبروسي ده اسم تاني اللي هو الهنسن ديزيز او الهنسنياسيس. ليه سموه كده؟ لان العالم هنسن هو اللي اكتشف المايكوبكتيريا الليبري، فالمرض اتسمى على اسمه. تمام، ايه اللي بيسبب الليبروسي، المرض الليبروسي ده بقى؟ بيقول لك بكتيريا اسمها مايكوبكتيريا الليبري، حتى من اسمها كده ليبروسي ليبري. تمام، مايكوبكتيريا الليبري، ثانيه اتاكد. تمام، عشان انا سجلت مره وطلع ما بيسجلش. نكمل، مايكوبكتيريا الليبري مين اللي اكتشفها؟ هنسن ديزيز. تمام، قالك بقى ان احنا قلنا ان مريض الليبروسي مضطهد من المجتمع، كمان المايكوبكتيريا مضطهده من الميديا. تمام، من الكالتشر ميديا اللي بنزرعها عليها. طب يعني ايه مضطهده من الكالتشر ميديا؟ فقالك ان هي ما بتتزرعش على الارتفيشال ميديا، بس بتتزرع على حاجه تانية، بتتزرع على يعني خليه من حيوان، على حيوان اسمه الارمادلو، والماوس فود باد. تمام، يبقى هو ما بيتزرعش على الارتفيشال ميديا، بس بيتزرع على الارمادلو والفود باد. تمام، رجع قالك ان المايكوبكتيريا الليبري ديت بتبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى شكلها ستريت او سلايتلي كيرفت، بتبقى كده او كده سلايتلي كيرفت يعني. ايه تاني؟ قال لك ان هي، احنا قلنا النهارده هناخد ليبروسي والتبركلوزس. تمام، قال لك ان الليبروسي والتبركلوزس دول بيتشابهوا في حاجه، بيتشابهوا في تيست اسمه او ستين اسمه زيل نيلسن ستين. تمام، اسمه ايه؟ زيل نيلسن ستين. طب انا هفرق عنهم عن بعض ازاي؟ قال لك ان الليبروسي اقل في الاسيد فاست والالكحول فاست. تمام، يبقى تاني الليبروسي والتبركلوزس الاثنين بيتفقوا في حاجه اللي هو الزيل نيلسن ستين. تمام، بس الليبروسي ده ليس اسيد فاست والكحول فاست. تمام، قال لك ان هي ان تكاثر الليبروسي ده بتبقى فيري سلولي. تمام، والانكبيشن بريد بتاعتها 5 سنين، يعني الانكوبيشن بيريود بتاعتها 5 سنين، وممكن الاعراض ما تظهرش غير بعد 20 سنة، يعني حاجة طويلة الامد قوي، يعني عمرها طويل. الانكوبيشن بيريود 5 سنين، السيمتوم 20 سنة. تمام، طب الشخص ده هيتعدي ازاي؟ هيتعدي المود اوف انفكشن بالدروبليت انفكشن. تمام، يعني شخص عنده ليبروسي و تمام دروبليت انفكشن، يعني هي مفهومه. تمام، الكونتاكت الكلوز كونتاكت مع شخص عنده ليبروسي،
انفكشن من سكين لسكين، يعني شخص عنده ليبروسي والسكين بتاعته متعوره كده، وانا السكين بتاعتي متعوره تمام، يعني لو السكين جت على السكين هتبوظ يعني كده خلاص انا اتعديت تمام. بيجي في السكين ابردد كونتاكت ويز ابردد انفكشس مع دروبلت ديبوزيت تمام تمام، اللي هو من شخص لشخص ودروبلت انفكشن، يعني من شخص لشخص ودروبلت انفكشن. طب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعها بقى؟ قال لك الليبروسي علشان هو يعني مضطهد طلع عنده اربع انواع، يعني اربع انواع، عنده الطيب وعنده الشرير وعنده الوسط وعنده اللي بيجي بدري تمام. يبقى عنده الطيب وعنده الشرير وعنده الوسط وعنده اللي بيجي بدري. هنيجي اول حاجه على الطيب. يعني ايه طيب؟ يعني ما بيعديش، نوت انفكشس تمام تمام. طب وايه طيب تاني؟ ان الجود ان البيشنت بيبقى عنده جود اميونيتي تمام تمام. السلايت سمير اصلا بتبان نيجاتيف تمام. يبقى تاني التبركولايت ليبروسي ده الطيب، يبقى نوت انفكشس، بيجي في الـ في الـ في المرضى اللي مناعتهم كويسه، السلايت سمير نيجاتيف. طب ايه الليجن بتاعته؟ بتبقى سنجل، ولو بات مالتيبل بتبقى من 2 ل 5 مش اكتر يعني سنجل. طيب قلنا طيب يا جدعان، ويل ديفايند اهي، ويل ديفايند مش بنقدر نحدد الحدود بتاعتها كويس تمام. بيبقى هايبو بيجمنتد، هما كلهم هتلاقيهم هايبو بيجمنتد يعني تمام. الحاجات من الحاجات المميزه في التبركوت ليبروسي الايرلي لوس اوف سنسيشن تمام، ونخلي بالنا في الايرلي لوس اوف سنسيشن دي عشان هتفرق من بين كل نوع ونوع تمام. وعنده هيرلس، يعني ما بيطلعش شعر في وسط الليجن كده تمام. ده الطيب. يبقى الطيب ايه عندنا؟ التبركوت ليبروسي بيجي في بيبقى نوت انفكشس، بيجي في مناعتهم كويسه، السلايت سمير بتبقى نيجاتيف، بيبقى سنجل ويل ديفايند هايبو بيجمنتد، عنده ايرلي لوس سنسيشن وهيرلس. ندخل بقى على الشرير. ده مش شرير، ده مدمر حرفيا، مدمر. الليبروميتوس ليبروسي، الليبروميتوس ليبروسي، تعال نشوف الليبروميتوس ليبروسي. هنعكس كل حاجه قلناها فوق، يعني احنا قلنا اللي فوق نوت انفكشس، لا ده هيبقى انفكشس. اللي فوق كان جود اميونيتي، لا ده هيبقى فين هيبقى ويك اميونيتي تمام تمام. قلنا اللي فوق سنجل او سنجل، ده لا ده هيبقى هنا ايه بايلاترال، كمان بايلاترال وسيمتريكال، يعني بيجي في كل في الناحيتين تمام. احنا قلنا السلايت سمير فوق نيجاتيف، السلايت سمير هنا هتبقى بوزيتيف تمام، يعني عنده ميني بس والله هتبقى بوزيتيف. عنده حاجه زياده اسمها الليبرومين تيست، الليبرومين تيست ده هيبقى الحاجه الوحيده النيجاتيف للليبروميتوس ليبروسي تمام. الليبرومين تيست هتبقى نيجاتيف تمام، الليبروميتوس ليبروسي الليبرومين هتبقى نيجاتيف تمام تمام. طب هو بيجي فين؟ قال لك انا مش هكتفي بوجودي في السكين بس، لا ده انا هروح اثر على الانترنال اورجان كمان، واروح اثر على النيرف وعلى البون، ولسه هتشوفه على الميكوكوتينياس، هيأثر على كل حته في الجسم حرفيا، مدمر تمام. يبقى تاني نوت انفكشس، قصدي انفكشس انفكشس، ويك اميونيتي، عنده السلايت سمير بوزيتيف، عنده الليبرومين نيجاتيف، بيأثر على الانترنال اورجان والسكين والنيرف والبون والميكوكوتينياس كمان، وبيعمل حاجه اسمها اللينيوم فيشز، بيدمر كل حاجه حرفيا تمام. نكمل. فهو بيبدا على ايه؟ بيبدا ازاي؟ بيبقى ماكيول صغير تمام، هايبو بيجمنتد، ده الحاجات اللي عارفين. بعد كده بقى هتبدا تبقى نيمروس كتير، يعني بعد كده تبقى بايلاترال وسيمتريكال، بعد كده هتبقى ال ديفايند. احنا قلنا هنعكس كل حاجه فوق، كانت فوق ويل ديفايند، لا هنا ال ديفايند بايلاترال، هتتحول بقى بابيول، فهتروح عامله استنى ثانيه ويت ده بقى بيصف كل حاجه صراحه. انا ما بقدرش ابصمج الحته دي لان هي كلها شبه بعضها صراحه يعني. فهو بيتحول لنديول، بتبقى لونها ريد، جلستينين بتلمع كده، فاريبل في السايز. اهم حاجه بتيجي فين بقى؟ استنى، بتيجي في الفيس والاكستريمتس والباتوكس تمام، يعني بتيجي في كل حته يعتبر. الحاجه المهمه اللي نعرفها هنا ان هو بيقول لك الايديما اوف ذا لور ليمب از فيري كومن ان الليبروميتس ليبروسي. هنبصمجها ازاي؟ ال ال بتساوي ال ال، يعني ايه ال ال؟ اللور ليمب ايديما ليبروميتس ليبروسي تمام. دي معلومه مهمه. قال لك مش بس كده، انا مش هاثر على السكين بس، لا ده انا هعمل حاجه اسمها لينيوم فيشز. يعني ايه لينيوم فيشز؟ هيروح هيدخل على الوش، هيدمره،
هيبقى شكله بشع حرفيا. فانت هتعمل ايه؟ بصوا انا انا الجزئيه دي هشرحها دلوقتي وهنزل الصور بعدين علشان لما اجي اسجل قبل كده لما خرجت من هنا ما اعرفش ما اسجلش ما اعرفش ده السبب الرئيسي ولا لا، بس يعني انا بقول لكم هبنزل لكم الصور يعني. فهو قال لك ايه اللي نفيشس ده بيبقى عنده، استنوا ادي الوش، ادي الوش اهي، ادي العينين، استنوا ما نرسم مع بعض، ادي كده العينين تمام، وادي فين البق، وادي البق، وادي الودان. الله على رسمي. اول حاجه هنشوفها الودان، هيعمل لك ايه في الودان؟ هيعمل حاجه اسمها ثيكند، استنى لا، هتعمل نيديولار اير لوب، نيديولار اير لوب يعني الودان هتبقى فيها كده، هتبقى كلها عباره عن نيديولار، نيديول 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 تمام، نيديولار اير لوب تمام. احنا رسمنا العين، في رموش وفي حواجب، لا 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 شيل الرموش والحواجب دي، سقطها لي كلها، هتبقى الوبليشيا ايلاشز واير برو. الوبليشيا يعني مفيش شعر خالص تمام، الوبليشيا الاي للايلاشز والاي والاي برو تمام. طب هو شخص كده باين ان هو بيضحك، لا 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 ازاي بيعمل اكسبريشن، لا ما تخلوش يعمل لي اكسبريشن، اللوس اوف الاكسبريشن، لان الفاشيال ماسل حصل لها باراليسز. طب انت هتعمل ايه تاني يعني؟ خلاص دمر الوش حرفيا تمام، وبيبقى كله بقى كله نديول 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 كده. فالحاجات اللي قلتها دي كلها اسمها لاين ابييرنس، لاين ابييرنس تمام. الودان كلها نديولر، الاي البليشيا في الاي لاشز والاي برو، اللوس اوف الاكسبريشن تمام تمام. قالك هكتفي بس كده، لا 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 ادخلي على الميوكس ممبرين. طب خلاص انت بوظت السكن، بوظت السكن وبوظت الفيس كله، عايز تعمل ايه تاني؟ لا انا هدخل على الميوكس ممبرين، يعني هدخل على الميوكس ممبرين. طب ماشي يا سيدي، هتدخل على الميوكس ممبرين تعمل ايه؟ قالك هدخل على الميوكس ممبرين، طب ثانيه علشان نكمل، اتمنى ان هو يكون بيسجل بجد، اتمنى ان هو يكون بيسجل تمام. الميوكس ممبرين بعتمل ايه في الميوكس ممبرين؟ اول ما اقول حاجه ميوكس ممبرين اول حاجه تيجي في بالكم ايه؟ النوز طبعا. طب انت هتروح تعمل ايه في النوز يا عم البروميتس ليبروسي؟ اقول له انا هعمل له ابيستاكسس. ده انت رخم قوي، هتعمل ابيستاكسس بس؟ طب يا ريت على الابيستاكسس، لا مش هعمل ابيستاكسس بس، ده انا هعمل دراينس وستيفنس وراينوريا وبستراكشن. ده انت دمرت، ده انت دمرت النص حرفيا، دمرها يعني، ده شمالها خالص. فهو يعمل ابستراكشن طبعا، مفيش ابستراكشن من غير راينوريا وستيفنس ودراينس غير الابستاكسس اللي فوق بس كده يعني، خلاص يعني ربنا سترها على النص بس. لا مش عاجبني النص بس، انا هدخل على اللارينكس كمان وهعمل هورسنس اوف الفويس. ده انت جبت الاي ان تي كلها في جزئيه يا راجل تمام. فهو في الميوكس ممبرين دخل عمل لها ابيستاكسس ودراينس وستيفنس وراينوريا وبستراكشن، ونزل على اللارينكس عمل هورسنس. الدكتور مسعد فرحان بيك قوي. قال لك بس كده يعني، قال لك راح اثر على السكن واثر على الميوكس ممبرين واثر على الفيس ودمر الفيس بس، خلاص هيكتفي بكده يا البروميتس ليبرسي؟ خليك طيب شويه، لا لسه انا هدخل على النيرف. قال لي انا هدخل على النيرف، قال هدخل على النيرف، يعني هدخل على النيرف. طب هتعمل ايه في النيرف؟ هيأثر عليها بايلاترال وسيميتريكال، وهيعمل لها تندرنس. ده في الاول، ده في الاول بس. هيعمل لها ايه؟ هيأثر، هيدخل على النيرف، هيأثر عليها بايلاترال وسيميتريكلي، وهيعمل لها ايه؟ تندرنس بس، ده في الاول بس. بعد كده هيعمل لها فايبروسيس، ولما هيعمل لها فايبروسيس هيروح عامل لها loss of sensation. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله delayed البروميتس ليبروسي، يعني في المراحل الاخيره جدا جدا جدا، اتمنى انه محدش يوصل لها ابدا يعني تمام تمام. فهيعمل ايه تاني؟ فهيروح عامل حاجه اسمها bilateral جولف ستوكينج انستيزيا، دي برضه هنزل لكم صوره ليها تمام. هيعمل فلما ياثر على النيرف ترانج ويحصل لها فايبروزس، هتعمل حاجه بايلاترال جولف ستوكينج انستيزيا. يعني ايه؟ يعني من جزء رجليه مثلا من عند الركبه كده وايديه
من عند الكوع ما بيكونش حاسس بيهم حرفيا، حتى لو عملنا امبيوتيشن للفينجر ما بيحسش، يعني ممكن ما ندلوش ألس ما ندوش انستيزي اصلا، تمام؟ فهو يعني وحش قوي صراحه البروميتوس ليبروسي ده، تمام؟ فهو بيأثر على نيرف ترانك، بعد كده بيعمل له فايبروسيس بس على المدى البعيد، بعد كده بيعمل له سنسيشن، فبيعمل حاجه مميزه لازم نعرفها اسمها بايلاترال بايلاترال مش يونيلاترال بايلاترال جلوفستوكينج انستيزيا، تمام؟ تمام. قال لك اخر واحده بقى ايه، اذر اورجان، خلاص بقى يعني جه على نفسه شويه ودخل على البون وعلى الاي والتستكل واللينف نود والليفر والكدني، يعني حرفيا ما سابش حته في جسم الانسان غير لما شمالها جابها الارض، تمام؟ تمام. اتمنى تكون الليبروميتس ليبروسي فل الفل، اتمنى يعني. اعذروني لو صوتي مش واضح او مكتوم شويه لاني عندي برد، تمام. ندخل بقى على النوع اللي هو ما بين البنين، حتى اسمه كده بوردر لاين ليبروسي، بين البنين، تمام؟ ده والحمد لله الحمد لله ده الموست كومن، ده الموست كومن. طب بين البنين ده يعني هيبقى ايه؟ ما هو لازم يبقى يا اما طيب يا اما شرير، هو كده. هو قال لك لو مناعه الشخص بقت لو مناعه الشخص كويسه هقلب لتبركلوسيس، ايوه تبركولويد ليبروسي. طب لو مناعه الشخص وحشه هقلب ل استغفر العظيم لبروميتس بوردر لاين ليبروسي، تمام؟ بس قال لك ان هو بيعمل حاجه مميزه كده او حاجه مميزه للبوردر لاين ليبروسي اسمها سويس شيز ابييرنس، الجبنه السويسريه بتبقى مخرمه من بره كده والبوردر بتاعها من بره سليم، تمام؟ اتمنى اكون ان انا وصفتها صح يعني، تمام. ان هو حاجه مميزه لان هو بوردر لاين، البوردر لاين ليبروسي بيتميز بحاجه اسمها سويس شيز ابييرنس، تمام. قال لك لو شبه التبركلويت ليبروسي هيبقى تبركلويت بوردر لاين ليبروسي، تمام تمام. بعد كده جينا بقى للجزئيه للطيب الاولاني اللي هو بيجي بدري، تمام. بيقول لك ان هو ده هو بيجي في الايرلي اوف الليبروسي، تمام. بيتعالج بسرعه، بيتعالج ممكن يخف منه نهائيا، بيتعالج اهم حاجه ان هو بس يعرفوه يعني او ان هو يكشف في المراحل الاولى. بيبقى هايبو بيجمنتد، كلهم هايبو بيجمنتد اسيميتريكال، تمام. عنده ال ديفايند لسه ما تحولش، لسه ما عملش السنسيشن انتاكت، كل حاجه انتاكت، تمام. السنسيشن انتاكت والسكن سلايت سمير نيجاتيف، تمام. اما حاجه ان هو سنسيشن انتاكت، احنا قلنا في الليبروميتس ليبروسي بتبقى لوس بس فتره بعيده، اما التبركولويد ليبروسي بتبقى لوس في المراحل الاولى. قال لك ان هو ايه ممكن سيلف ليميتنج اصلا 100% كيورابل، ممكن احلها يعني 100% بسرعه يعني، تمام. ممكن وبتقول ممكن تتحول لاي نوع من الباقيين، تمام. اعمل لها دياجنوستس ازاي؟ اول حاجه لازم ناخد لازم يكون في بوزيتيف فاميلي هيستوري، اصل هو اتعدى من مين، اهله او صحابه او كده، تمام تمام. او قعد في منطقه اصلا الليبروسي كتير فيها الكلينيكال، بقى عنده سنسرولوس، عنده جلوف اندستوكينج هايبوس انستيزيا، عنده النيرفز عندها تندرنس او فايبروسس، عنده موتور ويكنس او اتروفي اوف ماسل، طبعا ده من النيرف نتيجه للنيرف يعني، تمام تمام. ده حاجات قلناها قبل كده. الانفستيجيشن هنعمل له سلايد سكين سمير، هتبقى بوزيتيف فين ونيجاتيف فين؟ هتبقى نيجاتيف في التبركلويد ليبروسي، وطبعا اللي شبهها بوردر لاين تبركلويد ليبروسي، وهتبقى بوزيتيف في الليبروميتس ليبروسي وشبهها البوردر لاين ليبروميتس ليبروسي، تمام تمام. ده اول حاجه. بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندنا وزيل نيلسون ستين طبعا، والسكين بايوبسي علشان نشوف الانهي طيب، الليبرومين تيست. الليبرومين تيست ده بتبقى مايكوبكتيريا ليبري بنحقنها تحت الجلد، ونشوف بقى السكين هيبقى هيعمل رياكشن ضده ولا مش هيعمل رياكشن ضده. ده بيبقى بروجنوستيك، بس بروجنوستيك نوت دياجنوستيك، تمام. بروجنوستيك نوت دياجنوستيك. نيجي نشوف بقى ايه الليبرومين ده بوزيتيف فين ونيجاتيف فين، تمام. هيبقى عكس الثانيه، هيبقى عكس السكين سلايد سمير، تمام. الليبرومين نيجاتيف فين
هيبقى نيجاتيف في البروميتوس ليبروسي واللي شبهها بوردر لاين البروميتوس ليبروسي. بوزيتيف بوزيتيف في التوبركلويد ليبروسي وشبهها بوردر لاين توبركلويد ليبروسي. هي دي تي. تمام تمام. التريتمنت اول حاجه واكتر حاجه بيخافوا منها النيرف، فلازم ان انا امنع السبريد بتاع الانفكشن واعالج النيرف، وكمان اعالج الكومبليكيشن بتاعه النيرف دامج، واعلم الشخص ازاي يتاقلم مع النيرف دامج اللي حصل له، واعمل له ريهابتيليشن واوديه للسايكولوجي للسايكولوجيست، اصلا مضطهد من المجتمع فلازم انا اعالجه نفسيا. تمام. الكيموثيرابي بقى علشان ادي له علاج لازم انا اقسم الميكوبكتيريا اللي بري الحاجتين، حاجه اسمها بايكو باسيلاري وحاجه اسمها مالتي باسيلاري. بايكو باسيلاري ومالتي باسيلاري. البايكو باسيلاري دي للطيبه، مالتي باسيلاري دي للشريره. طبعا عرفتوا البايكو لمين والمالتي لمين. البايكو للتبركويد ليبروسي واللي شبهها بوردر لاين تبركويد ليبروسي. المالتي باسيلاري للبروميتوس ليبروسي واللي شبهها بوردر لاين ليبروميتوس ليبروسي. تمام. طب نشوف بقى العلاج على اساس ايه. قالك انا هديلهم كلهم ميفامبسين. اول حاجه الديوريشن، البايكوباسيلري خفيفه قلنا طيبه، فهنعالجها لمده 6 شهور بس وهعملها فولو اب لمده سنتين. طب المالتي باسيلري، لا المالتي باسيلري دي شريره، ده البروميتوس ليبروسي ده فظيع، فانا هعالجه لمده سنتين واعمل له فولو اب لمده 5 سنين. تمام. طب يا سيدي هديله ايه؟ هديلهم كلهم ريفامبسين ودابسون، ريفامبسين ودابسون، ريفامبسين ودابسون. تمام تمام. هديله ريفامبسين ودابسون، بس بقى في المالتي باسيلاري اكيد لازم يكون في حاجه مميزه كده، فهنديله ايه؟ الكلوفازيمين، كلوفازيمين، كلوفازيمين، او كلوفازيمين، هيديله كلوفازيمين، كلوفازيمين، كلوفازيمين. تمام. هو نفس الكلام اللي فوق ده، بس قالك ان الدابسون عنده قالك ان البكتيريا الاصدر ريفامبسين بكتيري بكتيريا السايدل، يعني بيقتلها بيقتلها بيقضي عليها بيقتلها. اما الدابسون بيعمل بلوكينج الفوليك اسيد، يعني بي 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 بيقلل نشاطها بس بيقلل الاكشن بتاعها. تمام تمام. بلوكينج الفوليك اسيد. تمام. وقالك ان عنده سايد افكت اللي هو بيعمل مايلد هيموليسيس وانيميا وسايكوزيس. تمام. مايلد مايلد هيموليسيس وانيميا وسايكوزيس. تمام. الكلوفازيمين عنده ان هو برضو بكتيري سايدل بس عنده انفلاماتوري كمان. تمام. ممكن يعمل سايد افكشن سايد افكت برضو اللي هو بيجمنتيشن اللي هو ريد براون بيجمنتيشن. تمام. وبتختفي من 6 ل 12 شهر بعد بعد توقيف العلاج، يعني حاجه مش خطيره يعني. تمام تمام. عنده بقى درجات تانية اللي هو اوفلاكزاسين اوفلاكزاسين والماينوسايكلين والكلاريثرومايسين والكلاريثرومايسين. تمام. كلاريثرومايسين والماينوسايكلين والاوفلاكزاسين. تمام كده نكون خلصنا البروميتوس قصدي الليبروسين. ندخل بقى على الايه التوبركلويد التوبركلوزس كوتينيوس تبركلوزس. في الاول يعني هو مش 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 فيها حفظ قد ما هي ان هي تكون مش فيها قصدي فيها قد ما هي تكون فيها حفظ، فاعذروني لو سقطت حاجات لان انا حفظها مش هقدر اوصلها يعني بالمعنى القوي. تمام. بس هي ان شاء الله تكون سهله بسيطه علينا كلنا. يعني اول حاجه بيقول لك ايه في الكوتينيوس تبركلوزس، اهم حاجه ان هي بتيجي ان هي رير، ما بتحصلش يعني ما مش كومون. تمام. وعلشان نحدد مدى السيفيريتي بتاعه الكوتينيوس تبركلوزس، يا اما يعني اقول دي مايلد ولا مودريت ولا سيفير، على اساس ثلاث حاجات. اول حاجه النمبر بتاع الباسيلاي اللي دخل الجسم، والروت اوف الانفكشن دخل الجسم ازاي، والاميونيتي بتاعه الهوست. تمام. يبقى اول حاجه ان الكوتينيوس تبركلوزس ده رير، بيحصل رير، وكمان السيفيريتي بتاعته بتعتمد على ثلاث حاجات، الباسيلاي النمبر بتاع الباسيلاي والروت اوف انفكشن والاميونيتي بتاعه الشخص. تمام. طيب انت كوتينيوس تبركلوزس هتبقى سهل لين علينا ولا هتعمل زي البروبيتوس ليبروسي؟ قال لك في البدايه كده انا عندي ثلاث مصادر ان انا اعمل تبركلوزس كوتينيوس تبركلوزس. يعني يعني عندي اكسوجينس سورس وانتوجينس سورس وهيماتوجينس سورس. تمام.
تمام. ناخد اول حاجه الاكسجينس سورس. قال لك الاكسجينس سورس بعمل ثلاث حاجات، اول حاجه الشنكر تي بي شنكر، وتاني حاجه التي بي في الروكوزا كيوتس، ورابع حاجه اللوبوس فالورجيس. تمام. انت يا شنكر، يا شنكر هتبقى طيب خفيف علينا ولا لا؟ قال لي انا هبقى طيب خفيف، بس اهم حاجه تعرفي فيها ان انا بقى بهيل وذ سكور. تمام. يبقى انت يا شنكر هتبقى في كل حاجه طيب، ما عدا انك بس هتهيل بسكور. تمام. طب عندك ايه تاني؟ قال لي انا باجي اسيمتوماتيك وبعمل ريد بابيول، حاجه بسيطه كده بسيطه. تمام. وبعدها بتبقى ألسر الطبيعي. طب انت بتيجي فين يا شنكر؟ قالك باجي في مكانين بس، باجي في الفيس والاكستريميتس اللي هو الاطراف. تمام. تمام. طب تعمل لينفودينوباسي؟ قال لي بعمل لينفودينوباسي، بس ما بتبقاش بتبقى تندر. تمام. يبقى هو ايه شنكر قال لنا؟ ان هو لذيذ طيب خفيف بس بيهيل وذ سكور. تمام. بيبقى سيمتوماتيك وبيعمل بابيول. البابيول بتعمل ألسر طبعا. طب بيعمل لينفودينوباسي؟ قال لك اه بعمل لينفودينوباسي، بس بتبقى نون تندر. تمام. طب ده ندخل بقى على التي بي في الرجوسا كايتس. انت يا تي بي في الرجوسا كايتس هتبقى حلو ولا لا؟ قال لك ده انا هبقى حلو قوي. طب انت بتيجي فين؟ قال لك باجي في الهاند والني والانكل، يعني يعتبر هاند والني، الهاند والني والانكل. تمام. تمام. طب انت كده كويس قوي، مش واخد كل الجسم ولا حاجه، واخد حاجه بسيطه. تمام. طب هتعمل ايه؟ قال لي بعمل ورتي هايبر كروتيتك هايبر كيراتوتك، يعني ايه؟ شبه الورت كده وبتبقى ريجولر وفيها كيراتين كتير. تمام. هايبر كيراتوتك. تمام. طب قال لي بس ممكن تتعمل بعد كده بص دي مشكله، بس عادي يعني مش مهم هنحلها. طب انت بتعمل لينفودينوباسي؟ قال لك لا ما بعملش لينفودينوباسي خالص. لا ده انت كده طيب شويه. قال لك التي بي في الرجوزة ان هو بتيجي في الهاند والنيو والانكل، تعمل ورتي هايبركروتيتك، ممكن تتعمل بعد كده بس ما بتعملش لينفودينوباسي. تمام. تمام. بعد كده نيجي على الليبيوس فالورجيس. يعني ايه الليبيوس فالورجيس؟ يعني فالورجيس اصلا يعني كومون. تمام. فاول ما يقول لك حاجه اسمها حاجه فالورجيس يبقى ده الموست كومن تايب بتاعها. فلما اقول لك الليبيوس فالورجيس هتقول لي انا اول حاجه لازم تعرفي ان انا كومنست تايب بتاع الكوتينيوس توبركلوزس. تمام يا ستي. طب بتحصلي فين؟ قال لي باجي في كل الاعمار، ما برحمش حد. تمام. طب انت بتكبري بسرعه ولا ببطء؟ انا علقت. قال لك لا بكبر ببطء، سلولي اوفر يير. تمام. سلولي. تمام. تمام. طب بتيجي فين؟ قال لك باجي في الفيس والنك والباتوكس واللمب، يعني يعتبر كل حاجه، فيس ونك وباتوكس ولمب. تمام. يعني ده يعتبر اللي بروميتس ليبروسي هناك. تمام. بس ده قال لك ايه؟ قال لك جزقها، قال لك في الفيس والنك والباتوكس واللمب. طب ما انت خلاص كده مفضلش غير الترانك يعني. تمام. طب انت بتعمل ايه؟ قال لي اول حاجه ببقى سيمتوماتيك خير وبركه، بعمل بعد كده بعمل ريديش براون بليك. تمام. قال لك بهيل في السنتر وما بعمل وبس برد عن طريق البريفرال. تمام. اهم حاجه ان هو بهيل في السنتر. تمام. تمام. ايه تاني؟ قال لك ممكن ادخل على الميوكوس ممبرين. لا ده انت بقى بتتعدي من البروميتوس ليبروسي. قال لا ما انا هدخل على الميوكوس ممبرين انا كمان، هدخل على النوز والاورال والكونجكتيفا فهيعمل فيهم ايه؟ هيعمل فيهم ديستركشن وديفورميتي، هيعمل فيهم اتنين دي، ديستركشن وديفورميتي، ديستركشن وديفورميتي. تمام. طب انا هشخصك يا استنى نسيت توبركلوس فالورجيس ازاي؟ تمام. ليبروس فالورجيس بتست اسمه حاجه دايسكوبي تيست. الدايسكوبي تيست ده بنجيب جلاس سلايد كده بنضغط عليها على الورت، بتقلل الفاسكولاريتي بتاعتها، بتعمل شكل اسمه ابل جيلي نيديول. ابل جيلي نيديول. تمام. يبقى الدايسكوبي تيست وابل جيلي نيديولز. قال لك ممكن اجي بقى في طريقه تانية باندوجينس او هيماتوجينس، يعني بيجي من كل مكان. تمام. ده كده خلصنا الاكسوجينس. ندخل على بقى الاندوجينس من جوه الجسم. قال لك عمل حاجه اسمها سكلوفلوديرما والتي بي كيوتس اورفيشاليس. تمام. السكلوفلوديرما بتعمل ايه؟ بتأفكت السكن. تمام. بس بقى لك ايه؟ ممكن ادخل على الليمف نود، مدخل على البون، مدخل على الجوينت. تمام. تمام. بتعمل ايه؟ بتعمل نيديول بترابشر وتروح عامله السر طبعا، وتبقى عامله سكورنج. تمام. يعني يعتبر معظم الحاجات اصلا.
يعني بتعمل اول حاجه بتيجي على على السكن، بتروح ممكن راح على الليمف نود وراح على البون والجوينت، وبتعمل نديول بترابشر وتعمل ألسر وتعمل سكورين. تمام. طب يعني ايه تي بي كيوتس اورفيشياليز؟ يعني بتاثر على الاماكن اللي فيها اورفيس او فتحات في الجسم، اللي هو زي بالمونري انتستينال يوري جينيتال، بالمونري انتستينال يوري جينيتال. تمام. ممكن تيجي بقى ايه بتعمل ألسر حوالين الماوس والانس والجينيتاليا، ما عندهاش نودنسيتي دو سبونتينيوس هيلينج. مش فاهمه صراحه. تمام تمام دي كده خلصنا الاندوجينس. انا حاسه ان انا بكرواتكم بس انا مش قادره اوصل اكتر من كده صراحه. يعني هيماتوجينس يعني في الدم. تمام. انا اقول لك حاجه، اكيوت ميلاري تي بي والجاما تي بي. الاكيوت ميلاري بتيجي فين؟ باجي في الاميونو سبريست والانفنت والاطفال اللي ما بتاكلش كويس. طب انت بتعمل ايه؟ انا بعمل بابيول ونديول والسر وخلاص. بابيول ونديول والسر. اهم حاجه ان انا بجي في الاميونو ديبريست والانفنت والتشايلد المالنيوتريشن، مالنيوتريشن تشايلد. طب الجاما تي بي جاما، قال لك برده باجي في باجي سنجل او مالتيبل، برده بتعمل ايه؟ بتعمل السر. بتعمل ايه تاني؟ بتيجي في الورد اميونيتي. تمام. بتيجي في الاشخاص اللي مناعتها ضعيفه، يبقى اي حاجه هيماتوجينس بتيجي مناعتها ضعيفه. طب هعمل له دياجنوستس ازاي استغفر الله العظيم للتبركلوزس الزلنسنستين فاكرينها؟ قال في حاجه، قال ناخد بايوبسي للسكن، هعمل دي ان ايه وبي سي ار. قال لك في حاجه مميزه ليها اللي اسمها لونستين جينسن او دورسيت ايج ميديوم. تمام. لونستين جينسن او دورسيت ايج ميديوم. تمام. طب عندنا حاجه اسمها توبركلين تيست. يعني ايه توبركلين تيست؟ هحقن ال استغفر العظيم المايكوباكتيريوم توبركلوزس، انتراديرمال او انتراديرمال تحت الجلد، ومعاها 1/10 ملي بي بي دي. تمام. 1/10 بي بي دي، واستنى من يومين لثلاث ايام. لو عمل بابيول اكتر من 10 ملم يبقى ده بوزيتيف. تمام. يبقى هحقن انتراديرمال مايكوباكتيريوم توبركلوزس وبي بي دي 1/10، وهنستنى يومين لثلاث ايام ونشوف هيعمل ايه. تمام. طب التريتمنت، اول حاجه ان هو قال لك التبركلوزس بيستمر لمده 6 شهور. هنقسمها دراجين بيجوا في الست شهور ودراجين بيجوا في اول شهرين بس. تمام. مين اللي بيجي في اول شهرين؟ الايثامبيتول والبايرازينامايد. تمام. طب مين اللي بيجي في 6 شهور؟ الايزونيازايد والريفامبسين. تمام تمام. يعني هنا صراحه يعني حاولوا تحفظوهم، ايزونوزامايد وريفامبسين الست شهور، الايثامبيتول والبايرازينامايد ده بيجي في اول شهرين بس. قال لك ان هو بيتاخد عن طريق الفم ومعده فاضيه، عن طريق الفم ومعده فاضيه. تمام تمام. قال لك سيرجري، هشيلها واصلح اللي عملته، هشيلها اعملها اكسجين او اشيل الديبيرتمنتف سكلروفلوريدوما لو كانت في السكن مثلا، واعمل بلاستيك سيرجري للديفورميتي اللي هي عملتها. تمام. البريفنشن هديله فاكسين اللي هو البي جي سي بي سي جي بي سي جي او امونايزيشن اوف كاتل، اصلح المناعه بتاعت الاشخاص يعني. تمام. انا حاسه ان انا كروتكم، بس ان شاء الله تكون استفدتوا ولو بقدر بسيط. اتمنى تدعوا لي بالخير دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.